واحد الخريجه صغيره نمشيو نتقداو اللي خاصنا السيمانه ونديرو دويره في الليدل، يمكن ندوز الميركادونا والكارفور، وغادي نمشي لواحد التيندا اللي كتقولوا لها نتوما، كيقولوا لها البنات متواجدين في فرنسا واوروبا اكسيون، كتشبه لها راه ماشي اكسيون ولكن انا كنشوفها بحال بحال، عندهم نفس المنتوجات. ها نتوما معانا بصراحه، وحده ميركادونا والفوق الكامبو، يعني جا في واحد البلاصه كي كنقولوا حنا بالعربيه استراتيجيه، موقع استراتيجي، يعني تقدري تستغلي بزاف ديال لي سونتر في دقه واحده. عندنا الباركيو او ديك الساعه نبقاو نشوفوا شنو كاين قدام، هي بليصه هنا لا بغيت نبارك عليك. والبنات دائما واحد النصيحه، دائما ديروا معاكم الورقه فيها اللي محتاجين باش ما تشريوش في الاخر حوايج ما راكوش محتاجينها في الكوزينه ديالكم، تصدقوا كنضيعوا في الفلوس بلا في الاخر شنو هذا شنو هذا. هانتوما البنات، هنا كاينه ديك لاباختي ديال العسل، ولكن هاد العسل راه قال لك راه ماشي، يعني هادي مخلطه فيها السكر وفيها يعني طبيعيه وغير طبيعيه. وهنايا بعض المرات من هنا كندي لافين ديالي، كاينه هنايا الفويرتي وكاينه السوافي، الزرقاء هي الرقيقه وهادي الفويرتي الغليظه. هادي فويرتي بعض المرات ما كتبغيش تفزق، واخا كديروا لها الما طايبه ما كتفزقش، كندي هادي السوافي ولا كندي البيو. هادو ردوا البال، هاد لي مويزلي راه كيكونوا عامرين سكر، واخا صحيين فيهم فواكه الجافه وكلشي، ولكن راه عامرين سكر. وغادي نقولها لكم لان كيكونوا في لي زانغغيديون، هنا ما كتعيقوا. دائما قراو لي زانغغيديون فين دايرينهم هنايا. هانتوما فيه السكر شتو، ها هو كايدا شتو، وفيه الزيت ديال الكوك، فيه الفواكه الجافة ولكن راه عامر سكر. وهاد الزيها راه زوينة، فيها كاع لي تخوي لي تخويسات، البرقوق، الزبيب، ها هو اللوز لي كنتي أنا كنوريهلكم، وريتولكم كندي هاد اللوز، وكندي هاد هذا الأناكاردوس، هذا أناكاردوس، وها هو الكركاع، جوج أورو 75، 200 غرام، وبعد مرات كيكونو دايرين لي زوق. هاد الكركاع راه صحي بزاف البنات، هذا هذا سي. أما هاد الشي راه واخا تشوفوه راه مقلي بالزيت، عامر سكر، المهم أنا كنعطي الرأي ديالي. البنات اللي باغيين يديروا الحيمياء وكيحافظوا على صحتهم، هاد الشي كاع ما ننصحكمش به لانه كله مقليات وعامرين سكر. وردوا البال حتى الزبيب راه كيديروا فيه السكر وكيلمعوه باش كيثير الانتباه. هذا مثلا هذا بالنسبه لي انا، هذا مفيد فيه لي سيريال، فيه الطوفو، فيه كل شيء، لا بروتين، ايوا لا بروتين، هذا بالنسبه لي زوين. واحد يديروا امبورغيسا على الصوص الحاره والشلاضه، وها هو امبورغيسا او طوفو،
طوفو بالسيو ديالو بانه 100% ناتورال، ما فيه حتى شي ماده سامه ولا شي مواد كيميك ولا والو، ولا مواد حافظه والو، تيجو فيه جوج طروفا. وهنايا كيجيو كلشي لامبورغيسا فيجيتاي، هادي حتى هي فيغانا معدله بالجزر والفلفله، هادي فيها كاع القوام. مره حنا كنشربهم حتى هادو، كيعجبونا غير الواحد ما يكثرش منهم، لان دائما راه كتعرفوا كيكونوا لي برودوي من المواد الجاهزه خص الواحد يحتال. دايرين هاد لوق في اللازانيا، كاينه انا ديت وحده ديال السبيناكا وديت وحده هادي، المهم باش كيكونوا اللي كنشوف بان الوحيدين اللي كيديروا اوفيرتاس. وفرت في هاد يوغور ناتورال، هي ناتورال ما فيه لا سكر ولا هذا، فوينتد بروتين عظيمه جدا، وزيدون ايكولوجيكو، ها هو عنده السيو ديالو، دونك هذا غادي نتي منه. طاخرة هامني كانت ديانا الزبدة، كتعجبني الزبدة بيو، وكنشوف الثمن حتى هو ديالها 2.19 €. المهم هادي الماكلة ماشي الحلويات، وهادي واحد ياكلها مع خبيز توستي، دهن صحي حيواني 100%، وعندو السيو ديالو ديال بيو. وكاينه هادي حتى هادي راه مزيانه، هاد الزبده حتى هادي هولندا، هادي زبده هولنديه حتى هادي راه زوينه، كدير اورو وتعدي سي علين 2 €. انا غادي ندي هادي البيو، وغادي ندي وحده هادي بلا ملحه، ماشي حلوه ولا شي دهين ولا شي مسمن. وهاد لا بارتي البنات، هنا عندهم السكر البني، انا ما كان مره كنستعمل هذا السكر، ما مقتنعاش به بانه انتغرال. ومن هنا كنشري الخميره، نيت غادي نديها السكر فيني هذا عندي، وهذا الطحين الابيض بصح ما كيعجبني ديال كارفور وديال ميركادونا، هادو اللي كيعجبوني انا، ولكن ما شفتوش اليوم، كاين واحد المسكله ديال الطحين ديالهم هما كيجيبوه، ولكن ما كاين. ها هو البيك هذا، ولكن هذا بان روستيكو، بعد مرات كاين واحد بلا سيريال، ولكن ما بانش اليوم ليا هنايا. وهذا الطحين دي بوارسا راه رخيص ماشي غالي، كيلو. هذا الكوك، الكوك الريالو كنشوفو مناسب، ثمن مناسب، 200 غرام اورو 19. هذا السكر كلاص، وهذه النطا بارامونتار راه خرجوا دابا وحده لي خيره، ما فيهاش نسبه الدهنيات عاليه، مثلا الا بغيتي تاكليها مع الباستا ولا هانت باراكوسينا رانا كنشريها. حتى هذه ديال المونتار كنشريها، كتعجبني ديال ليدل. خلاص هذه الحليب نسلي داك كونسونطري، هذا هنا كيديروه بزاف مع براكيتو. وهذه النطا مونتارا، نطا مونطارا مع شي بوستري ديريها كتجي جاهزه. كنفتش عليه، فيه 70 ديال الشوكولا نوار ومديور بالستيفيا. هذا كنشري هذا، وكنشري ديال ميركادونا حتى هو كيعجبني، هذا غادي نديه. وبنتي كندي لها هاد الشوكولا هذا اللي كيعجبها، هذا ولا واحد فيه اوريو من ميركادونا، ولكن كندي لها هذا، هذا الوحيد اللي كتاكل، وحيد الشوكولا. العجيبه ديالي كبرات ولات كتسخر مع ماماها، كيقول لي باباها تعلم تخسر الفلوس حتى هي تسخر من دابا. العجيبه ديالي. الجهة ديال المكياج بيرفوميريا، هنايا صابون اليدين كنستعمل هذا في الدار، كيعجبني ها نتوما رخيص 74 سنت. وكاين واحد في بريمور رخيص ودي ارول دي تي، دابا نوريه لكم. مالي انا جيت نشوف هنا واحد الكريمه واش جابوها للشعر،
هذا كنستعملوا لبنتي الشعر، البنات العيالات اللي عندهم البنات الشعر فريزي هذا مزيان، الشعر كيرطب وما كيعذبش ما كيحرقهمش في المشيط. انا جيت نشوف واحد الكريمه هنايا في هذا لاسيري ديال ستيليس ماركه ديال ميركادونا، ولكن عندهم واحد الكريمه ديال الشعر زوينه كتبان لي كاع ما كنشوفهاش هنايا. الاثمنه هنا في ميركادونا مناسبه جدا، ولكن انا ما مجربش هاد الشامبوانات، انا عندي الشعر كيدير لي القشره، لكن هاد الماسكاريا هادي اللي كنستعمل كتعجبني هاد دي زوينه. وهاد لا بارتي ديال الماكياج هذا الثمن مناسب ومستوى. انا عندي هاد لي باف هادو، عندي هاد لي باف زوينين فيكس، عندي هاد الكولور وهاد الكولور وهاد الكولور 01 02 05 زوينين. هذا غزال، هادو مجرباهم، ولكن الاخرين ما الصراحه انا كنشري بريمور ما كنستعملهمش، ولكن البري كاليتي راه مزيان الصراحه. وهادو لي كريم ديال كويدادو فاسيال وكويربو، هادي مجرباها كتعجبني ديال ديلي بلوس، وهادي دابا كنستعمل هاد هانتوما كدير 95 ديال هيدراتاسيون كوربوري، ولكن ريا في مونت. وكنت كنستعمل هذه ديال بيال اتوبيكا اللي كيتكم لا بو ديالهم بعد الدوش ولا من بعد الحكام. هادو زوينين ديال الارغان فيهم الريحه غزاله وزوينين. وكاينين هادو، هاد الباك ديال زيت الزيتون تاع بزوين 2 اورو كتدي جوج، وهادو راه الا بغيتو ديهم كادو ولا زوينين وفيهم بزاف يعني كيدوموا. نشوف لا كاباسيتي ديالهم، جو كخوا 400 ميلي ولا 500 ميلي هكا. وهذا ديال الاعشاب، الاعشاب مانسانيه قرطانيس، هذا غير سكين جبير، هذا كيبان لي عشب ما مجربش. انا كنشرب هاد دي خيست ماشي غير من هاد الماركه. وهذا ديال الريلاكس حتى هو راه زوين البنات ومجربه فاش كيكون بنادم معصب، وهاد الفيله حتى هي فاش كيكون بنادم معصب يشرب وحده هادي في الليل غادي ينعس مرتاح مع راساتو. هادو كاملين كنصح بهم الناس اللي يعني صافي دابا عندهم ستريس عندهم في ريلاكس بزاف. هادي حتى هادي دوار ميريان حتى هادي مزيانه، هاد الفورمولا هادي مزيانه معدنه من فاسي فلورا، يعني اش غادي نقول النبتة فيها المليسة ازهار تيلا لويزا مجموعة الاعشاب فاش كتشربيها كتهدأ لك. عندنا الرويبوش هذا ما كيعجبنيش، هذا ما نصحكمش به لان فيه السن، والسن راه ماشي مزيان للنصران، النصران الكبير كيسبب سرطان مع المدة. اتاي بالقرفة اتاي فيغ تيت شاي كيعجبني هذا، هذا غزال البنات، هذا عندي في الدار هذا كيحمقني، هذا كي اكسليغي الميتابوليزم، وفيه هانتوما العشب اللي فيه كلشي. هذا اتاي هذا تاع زوين، هذا الشاي الاخضر بالسوجا غزال، وهذا الشاي الاخضر بالليمون. المهم كاين بنادم يبقى كيجرب وكيشرب، المهم هو اننا نعطرو الماء ونشربوه باش يشرب الواحد. هنا هاد الجهه راه ديال الكوزينه ومواد التنظيف، انا غادي ندير لكم واحد الجوله تما خفيفه. المهم محتاجه انا البابيل فيلم هذا، غادي ندي واحد هنايا مواد التنظيف اللي بغيتيها كاينه الصراحه. انا عندي هذا كنستعمل هذا كل مره كنجرب كنستعمل هذا، وهذا ما يخطانيش من الدار، هذا فينيغ
الليمبياسا هذا خطير 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 وطبيعي. زعما اش غادي نقول لكم اللي بغات تنظف كوزينتها من اللي دام بطريقه صحيه هو هذا الخل. الخل ديال الليمبياسا ها نتوما دايرين فيه كلشي الحمام الكوزينه كلشي كلشي. هاد لا مارك ديال بوسكي فيردي ديال الميركادونا روعه في الماتيريال ديال الليمبياسا. نتوما الصابون انا كنستعمل غير هذا ديال مخزي كيعجبني هذا وكيعجبني واحد من كارفور كنشريه هذا زوين طبيعي غزال. وكاين هذا هذا حتى هو ديال الحوايج اللي موسخين فيهم الطبايع ها هو اكتيفادور الكولور هذا وهذا ديال الحوايج اللي فيهم انا كنستعمل ليكيد ما كنديرش هذا ديال الكولور عندي واحد ليكيد زيت قضى لي عاد وهنايا نوريكم واحد الحاجه باش كنمسح الخشب هذا هذا كنمسح ليه الخشب مويبلس كيدير 3 اورو بلاتي ولكن راه كيدوم البنات راه كيصبر. غادي نقول لكم هذا راه ديال الموبا تي عندو الباركي في الدار هذا كديري كتشتي على الموبا كتشتي بيه وهذا راه ديال الموبا هذا الشيء مكان. وكاينه واحد الحاجه اللي بغيت ندي تسالات ليا نشوف المعطرات ديال البانيو هما في الحقيقه راه ماشي هما راه شوموم ماشي صحيين هادو هاد الكولور كيجيني مجهد انا كندي هذا فاش كنحك الحمام كندير قطيرات كتبقى الريحه غزاله في الحمام كيبقى فريش. هذا هو الحنوت اللي قلت لكم في كل شيء هنا دولة تابر ديال سيليكون واحد النهار ندير لكم جوله فيه مزيان. دابا راه غير راني غادا جري 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 خصني نتغدى واحد الحاجه ونمشي نمشي بحالي للدار. اللي بغيتيها كاينه هنا. انا بغيت واحد الجهه ديال الزاج غنمشي نشوف. ودابا غادي نتقاسم معكم واحد المشتريات اللي شريت عجبوني وشريتهم من ايكيا. شريت هاد زليفات فويد دابا داخل رمضان بدلو شويه الديكور شريت زليفات فويد مع الطبسلات ديالهم كانوا دايرين لهم اوفرتا كانوا في اوفرتا يمكن 59 سنت للواحد وعجبوني ما كاين ما احسن من البساطه. ها نتوما الحريره شهوة منهم وشريت من ايكيا هاد السريبيتات كل مره كان شويه بشويه الواحد يبقى يجدد كلشي السريبيتات القدامي يلوحهم وما كيفسدو دغيا دغيا. وهاد الفويطه عجبتني لا كاليتي ديالها زوينه لانه وجه هكا لبنتي انا كنستعمل الكاغيط لوجهي ما كنستعملش الفوطه. وشريت هاد الطبسين هذا عاوتاني في الابيض ها نتوما كيدير 6 اورو 36 زوين هكا غدا غادي نوجد فيه واحد لا سلطه وغادي نصورها لكم. وشريت هاد الطبيصلات ماشي طبيصلات بحال هادو جبيبينيات لاصوص زويتنات مترا زويته بلديه كيديروا 89 سنت كل وحده شريت 3 منهم. وهذه اللي حمقاتني ما لقيتش وحده اخرى الوحيده اللي لقيت كاع داوهم عباد الله هكا لرمضان كنت باغا نجيب جوج ولا ثلاثه باش ندير فيهم التمر وندير فيهم البقلاوة وندير فيهم هكا حليوات. ساعة لقيت غير هادي كدير 3 اورو 99 يعني على 4 اورو ما لقيتهمش الوحيدة اللي لقيت. وهاد الشميعة حتى هي هاد الريحة يا سلام غزالة ديال لاطاخت فيها 40 ساعة دائما فاش كنمشي لايكيا كنهز واحد الشميعة. وخلاص ابار الصخيرة اللي درت في الليدل وفي الكادونا دائما الفواكه الجافة راه وريتها لكم البلاصه ديالهم دابا تشوفوها في الفيديو. وهذا هاد بورغوس كيعجبني في لاصالاد مع الطوماطي كوماتو وهذه دابا نوريه لكم غدا غادي نديرو في واحد لاصالاد. وشريت نواس موسكاده كنحتاجها تقضات ليا هذه الكوزه وشريت هاد السباراغو كيجيو في لاصالاد روعه يا سلام لذاد 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 لذاد. و سميتو هاد السكر كلاصي راه وريتو لكم في ليدل كيعجبني يكون عندي في الدار تحتاجو شي مسكوتو ولا. وهذه هي الخماره راه كنت خديتها قدامكم شريت واحد الكيلو ديال الكسكسو
وشريت مايزينا كانت خاصاني في الدار، مايزينا كانت خاصاني في الدار وشريتها. كوخادة انا دائما كنستعملها كتعجبني تبقى لي في الدار، وبابي فيلم كان ما بقى لياش. وها هي ديك الكريمه البنات اللي كنت كنقلب عليها ما لقيتهاش، هي هذه ديال الماركه ستيلوس ورخيصه. وهذا واحد المعطر، هذا هو اللي كيعجبني في التواليت فاش تحكوا الحمام وتساليو وكديروا القطات هكا في البانيو في لافابي كيبقى الريحه هائله. وهذه واحد لاصوص بدون سكر، هذه بدون سكر كتعجبني، عاد درتها ميركادونا ماشي عاد داروها يعني هذه عام وزياده باش خرجوها سينا سكراني هذه جو هكا الباستا مزروبين ولا